من أعظم من أعظم القضايا اللي وصلت في المحاكم اثنين رافعين قضية عند القاضي. ليش؟ هذا يبغى أمه عنده وهذا يبغى أمه عنده. صحيح الله. قصة حقيقية ذكرها أحد القضاة. ونزلت يقول وشيء عجيب بينهم. إلين حكم القاضي الواحد منهم فبكى الثاني بكى عجيب. حكم للصغير. لكن ما فرق لأخوه. ما فرق. ما افترقوا وياه. بعد الحكم اللي حكم القاضي ما افترقوا وياه. لأن حكم لكن كلهم يسعون إلى البر. كلهم يبغى أمه عنده. سؤال شيخ. هل سابقنا على هذا؟ سؤال شيخ. لنفرض أنه في أخت